احنا عايزين سمت التعامل الدائم على مدار السنين، مش بيبقى يوم وخلاص. وصل الرجال يا ابني اكرم زوجتك، الاحترام، الاحترام اللفظي والجسدي. ما تنساش وصية النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام لما قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا إنما أخذتموهن بأمانة الله. زي الحديث اللي احنا شرحناه، انتوا عارفين الست اللي روحها انطفت والست اللي دبلت دي معناها ايه؟ انها اتهانت، انكسرت. والنبي عليه السلام بيقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وايه؟ والطفهم باهله. وقال يعني زوجته، يعني اللطيف في كلامه، اللي بيقول كلمة شكر حلوة، اللي بيعزز ثقتها في نفسها، ما بيكسرش منها ويقدر يكسر من مقادفها. لا، لها زوج محب زي كده. القاضي شريح قعد يقول شعر كده لزوجته، بيقول رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب. انتوا عارفين قصة أصلا زواجه منها. فزينب شمس النساء فزينب شمس والنساء كواكب، النساء هم الكواكب لكن مين الشمس؟ هي زوجته. إذا طلعت لم تبقى منهن كوكب. ليه؟ هو شايفها كده، شايفها في عينه أفضل المرأة. أنا عايزاك تدعي الدعاء ده، اللهم اجعلنا في أعين أزواجنا أفضل النساء، اللهم ما يشوفوش غيرنا لا دنيا ولا آخرة. الرجال بقى إيه؟ الرجال نوعين. بصوا، واحد لو حب زوجته بيكرمها، يدللها زي الأطفال كده، يدللها، يدلعها، يدعمها، يسيبها كده يعني إيه زي ما بيقولوا بترقد كده وتلعب وتجري. ونوع يخلي زوجته توصل لسن الـ80 وهي لسه صبية ولسه شباب، وتبقى عمرها ولا عدى الـ100 سنة. الواحد دايما بيبقى عنده اعتقاد خاطئ كده ان ايه، ان الواحد او المرأة لها سن معين تزبل فيه. لا 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 لا, لا. الحقيقة ان المرأة بتظهر حتى لو عدت الـ60 والـ70 مع راجل يفهم صح، مع راجل طيب بيعامل صح، مش سيء الخلق. لا لا لا، صدقوني ليست كل امرأة ممكن انها تتبدل بامرأة تانية. لا لا لا، في نوع من انواع النساء لو ضاعت منك بجد هتفضل طول حياتك تجمع كده في صور نساء، عشان ايه؟ ألف وألف صورة كده عشان تجمعها تاني. ومش كل الرجال ممكن يتعوض، لا، يجي كده عليكي او يجي اللي هو من هو افضل منه. في راجل لو فقدتيه وزوج لو فقدتيه ابدا لن تجدي له شبيه ولا في الاحلام. حتى البيوت مش بتبنى بجمال الزوجة وبمال الرجل، البيوت بتبنى بالاحترام. فمع مرور السنوات بيذهب جمال المرأة وبتضعف وهكذا، والراجل كمان ما بيبقاش زي ما هو شاب، بيبقى ضعف شوية. يبقى بينهم المودة والرحمة. المرأة بالنسبة للرجل أمانه، طب والرجل بالنسبة للمرأة أمان. في اليوم ده أنا بطالب كل رجل مسؤول عن امرأة، سواء كان أب ليها أو زوج أو أخ أو عم أو جد أو خال، كل واحد في حياته أنثى يحسن إليها، يترفق بيها، يعاملها بالحسنى، ينفق عليها، يكون سند ليها، يلطفها بالكلام، يعزز ثقتها بنفسها، ما يبخسهاش حقها. يعني يبقى بئس الرجال اللي ربنا أنعم عليهم بزوجات تبقى زوجة طيبة بتبغى رضا زوجها وطيبة، وتشوفها تعرف ان دي طيبة وصالحة، والزوج بيبقى عارف ان دي طيبة وصالحة، ويتجبر عليها او ينكر. انت بتعملي ايه يعني؟ احنا كمسلمين مأمورين بالإحسان طول العمر للغير، فما بارك بالقريب شريك حياتك، مش بس يوم في السنة. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل منا ويجزي النبي صلى الله عليه وسلم عنا الخير، ويبلغه يا رب، اللهم جزى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا خيرا يا رب.